أما بالنسبة لهذه الحلويات المسماة بالكيكات أو الكيكة ولها اسم آخر يبدو تورتة، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لكن ما الذي بعدها؟ قال ولا تعتدوا. فمثل هذه الكيكات وما يشابهها من حلويات، النطق السليم بإسكان اللام لأن مفرده حلوى، فالحلويات بأنواعها التي هي كيك أو كيكة أو تورتة أو ما شابه ذلك مما يكون لها من أسماء، هذه مما أباحها الله عز وجل، لكن بشرط ألا يعتدي الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت كان يحب الحلو البارد، فالشيء الذي به حلاوة محبوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بشرط ألا يعتدى في هذا المطعم الذي أصله حلال، فإن كانت مكوناته ليست حلالا فهذا محرم، ما يحتاج إلى أن يستريب المسلم في حكمه. لكن الحديث عن الحلال وهذه الكيكات التي انتشرت واشتهرت في هذا الزمن لا بأس بها، بشرط ألا يكون بها اعتداء. من أنواع الاعتداء الذي يقع أن الناس أسرفوا فيها إسرافا كبيرا، والإسراف جاءت النصوص، الإسراف جاءت النصوص الشرعية بذمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنواع الاعتداء أن مثل هذه الكيكات قد توضع على ما يشابه ما تضعه النصارى أو اليهود في احتفالاتهم، فيكون الإنسان متشبها بهم، لأنه ربما تضع النصارى أو يضع الكفار على هذه الكيكات أو الحلويات قد يضعون عليها أشياء، فإذا بالمسلم يضع مثلهم، وفي هذا تشبه بهم وباحتفالاتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في المسند وسنن أبي داود قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أنواع الاعتداء أن يفتخر بوضع أسماء غير عربية وقد تحمل تلك العبارات ما يخالف الشرع، وتعلم اللغة التي ليست باللغة العربية هذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أنها من الرطانة، وأن من أعظم شعائر الأمم اللغة، فهذا مما نمتاز به، لكن لا يلجأ الإنسان إليها إلا حينما يحتاج إلى محادثة مع شخص آخر أو ما شابه ذلك، بل ربما يكون تعلم ليعرف الناس أن أهل الإسلام ليس عندهم تحجر، بل ربما أن تعلم اللغة غير العربية قد يكون واجبا.
فيما لو لم يتمكن أهل الإسلام من دعوة الكفار إلا عن طريق تعلم لغتهم حتى ينتشر الإسلام، فيكون من هذا القبيل قد يكون واجبا، لأن الواجب على أهل الإسلام أن يدعوا إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزيد بن ثابت كما ثبت عنه: تعلم لغة يهود، أتقنها في نصف شهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنما أتقنها في هذه المدة القصيرة لأن اللغة العبرية، اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فإذا قد يكتب على هذه كتابات، سبحان الله، الله المستعان، قد تكتب عليها كتابات إنجليزية وقد تكون مخالفة للشرع. ومن أنواع الاعتداء في هذه الكيكات كما أراني الآن صورا، كيكات على صورة مصحف، يعني المصحف موجود على ظاهر الكيكة، أو ربما أن تكون الكيكة، ربما أن تكون كلها على شكل مصحف. هذا امتهان، نسأل السلامة والعافية. ومثل هذا من أعظم المحرمات. ولو أراد إهانة القرآن بوضع هذه فيدخل، نسأل السلامة والعافية، في نواقض الإسلام. ثم في النهاية ما مآل هذه الكيكات إلى أن تؤكل أو أن يعبث بها، فبهذا امتهان. كذلك لو وضعت شعائر الإسلام أو ما شابه ذلك، ربما يخشى أن يضعوا أصناما. الآن توضع صور، صور للكعبة، أو توضع صور للشخص المحتفل به، نسأل الله السلامة والعافية. يعني فإن كان كما ذكرت من أنه توضع كيكة على هيئة إنسان، إنسان المحتفل به له رأس وله أيدي وله وجه وما شابه ذلك، وأنه إذا قطع رأسه، يعني كما ذكرت من أنه ربما يصيح، أو إذا قطعت يده يضعون مثلا برنامجا أو ما شابه ذلك، فدخلنا في قضية التصوير الذي هو أعظم أنواع التصوير، لأن التصوير أنواع، أعظم الأنواع ما كان مجسما. فهذا أعظم أنواع التصوير أن يكون مجسما، فالناس توسعوا في هذا الأمر. فالإسلام لا يحرم كما سلف: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الحمد لله. يعني الإسلام أباح للمسلمين الشيء الكثير، بل إن الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في التصرفات التي تحدث من بعض الناس، تحدث من بعض الناس.